السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى أرواح شهداء الإسلام كافة وشهدائنا الذين نحتفي بتأبينهم خاصة، نهدي ثواب الفاتحة. إن لم أقف، شاعر أهل البيت يقول: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلما مشت بي في طرق العلا قدم. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. أحبتي، اسمحوا لي أيها الأحبة، اسمحوا لي أيها الأحبة في الله، ونحن نحيي أربعينية شهدائنا الثلاثة الأبرار، أن أبتعد بكم عن واقعنا ومعاناتنا اليومية وما يصيبنا من انتهاكات مرعبة، وأتحدث حول مقام الشهداء عند الله وما ينبغي أن يكون عند الناس. ولكن قبل ذلك أود أن أذكر نفسي وأذكركم أيها الأحبة بالحقيقة التي يقررها المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز، والذي ينبغي لنا أن لا نغفل عنها أبدا، ونجعلها أمام أعيننا في منازلنا، نراها في دخولنا وفي خروجنا. وقد تضمنت الآية الكريمة، آية 214 من سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ببلاش؟ تبغون جنة وتقولون يا ليتنا كنا معكم، وما تقول يا ليتنا كنا معكم، وانتم تكونوا مع الحسين، انتم في طريق الحسين، مع الحسين، انتم مع الحسين، بس انتم تقولون يا ليتنا كنا معكم حتى نفديك بانفسنا، حتى نروح شهداء وياك. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه حقيقة. الله يقول لنا ما تدخلون الجنة ببلاش، لازم ابتلاء وتمحيص وغربلة حتى نشوف من هو اللي يستاهل الجنة ومن هو اللي ما يستاهل، من هو اللي يثبت على الطريق وين يروح الجنة لو لا، تزل قدمه ويسقط في الامتحان وفي الابتلاء. وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة أيضا 155: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أي سنة الله في خلقه، لابد من ابتلاء وتمحيص وغربلة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه حقيقة يقررها، هذا ابتلاء وغربلة. وهناك وعد إلهي تبارك وتعالى وعدنا، وعد عباده الصابرين. هذا الوعد ينبغي أن نتذكره دائما أيضا ولا نغفل عنه، ينبغي أن نؤمن به إيمانا مطلقا لا تأخذنا فيه ذرة شك أو ريب.
في سورة القصص أول في سورة غافر آية 51 يقول باري تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد إلهي، الله يقول أنا أنصر عبادي المؤمنين في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني يوم القيامة، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في سورة القصص آية 5: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا وعد إلهي قد لا يتحقق وأنا موجود في حياتي بعد موتي، هذا لله الحكمة، هو يتحقق، هو وعد عباده أنه ينصرهم مستضعفين، لكن لازم يكون في يومي أنا موجود، لازم أنا أشوف، لا ضروري. الله وعد. كم أساوي أنا، كم نحن كلنا جميعا، كم نساوي؟ هل نساوي تراب أقدام الإمام الحسين؟ هين على الله أن الإمام الحسين يداس، يقتل ويداس جسده الشريف بالخيل ويترك 3 أيام بلا تغسيل ولا تكفين؟ هين على الله؟ ليش الله ما انتقم من جيش يزيد ويزيد في نفس اللحظة؟ ما دعا الإمام الحسين؟ دعا الإمام الحسين على عمر بن ساعد، على ابن زياد، على الشمر وكذا، لكن متى جاءت من النقمة؟ مو في نفس الوقت. يبقى الله له الحكم وله الملك وله الحكمة وله هو المتحكم في الكون. مقام الشهداء، يأتي مقام الشهداء قريبا من مرتبة الأنبياء، فهم في مقدمة أصحاب البر والعطاء. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر، فوق ذلك بر. وقد دعا أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه فقال: اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك والمرافقة لنبيك. يعني إذا رزقه الشهادة بيحصل مرافقة النبي صلى الله عليه وآله. فهم في النعمة شركاء، شهداء مع الأنبياء في النعمة شركاء مع النبيين والصديقين والشهداء. قال الله تعالى في سورة النساء آية 69: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن مظاهر النعمة عليهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورة آل عمران 169: وهذه النعمة يشاركون فيها الأنبياء الذين هم شهداء على أممهم. قال تعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سورة الحج 78: وفي يوم القيامة عندما يحشر الناس للحساب يقف الشهداء في صف النبيين في مواجهة الأمم والشعوب ليشهدوا بين يدي الله
على الأفراد والجماعات ويشهدوا لهم. قال الله تعالى في سورة الزمر آية 69: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وما من شك أن الأمة التي يكثر عدد شهدائها والمضحين فيها تفخر على بقية الأمم والشعوب، سواء في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة. وما زالت أنوار الشهداء تشرق في الأجيال المتعاقبة، حتى لقد قيل: ما قام مسجد إلا بدماء شهيد. الإمام روح الله الخميني قدس الله روحه رضوان الله تعالى عليه آل محمد، في حديثه عن أجر الشهداء ينطلق من الحديث المشهور عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي سبق أن ذكرته: فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، فليس فوق ذلك بر. من خلال هذا الحديث والكثير من الأحاديث الأخرى يتحدث الإمام قدس سره عن الشهداء بلسان العاجز عن التحدث عن الثواب الجزيل والمقام الذي وصلوه، في قوله رضوان الله تعالى عليه يقول: نحن والكتاب والخطباء والبلغاء إذا أردنا إحصاء قيمة وأجر عمل الشهداء والمجاهدين في سبيل الله وتضحياتهم وسعة نتائج شهادتهم، لا بد أن نعترف بالعجز. فما بالنا إذا أردنا إحصاء المراتب المعنوية، إذا أردنا نحصى أجرهم ما نستطيع، نعجز. فما بالك إذا أردنا نحصي مراتبهم العليا، فما بالنا إذا أردنا إحصاء المراتب المعنوية والمسائل الإنسانية والإلهية المرتبطة بالشهادة. فهنا لك العجز بلا ريب. فمن يرجع لما روي في الأحاديث الشريفة عن الشهادة وأجرها، لا بد وأن يقف موقف العاجز عن الإحصاء والعد، بل قد تخون العبائر الإنسان فيما لو أراد أن يصف مقام الشهداء الحقيقي. كيف تكون شهيدا؟ لا شك أن الشهادة نعمة إلهية يمنحها الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليها الإنسان بنفسه، ولكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يمنحها لأي كان وبشكل عشوائي. يقول الإمام الخميني قدس سره: الشهادة هدية من الله تبارك وتعالى لمن هم أهل لها، مو كل واحد. فعلى الإنسان أن تتوفر فيه صفات الشهيد ليكون أهلا للشهادة، حتى يمن الله تعالى عليه بها. ومن هذه الشروط: أولا الزهد في الدنيا، فإن الإنسان كلما اقترب من الآخرة وابتعد عن التعلق بالدنيا يكون بذلك قد مهد الطريق لنفسه للانخراط في سلك الشهداء الذين يختارهم الله تعالى. الأمر الآخر: الارتباط بمدرسة عاشوراء، فمدرسة عاشوراء هي المعين الذي لا ينضب، وهي الخزان الأكبر للمعاني الأخلاقية الأسمى، فمنها يتعلم الإنسان القيم الدينية والإنسانية كالتضحية والإيثار والبذل وعزة النفس والاستقامة في الحياة. وإلى ذلك يشير إمام الأمة الراحل
الخميني العظيم قدس سره في كلماته يقول: منهاج الشهادة القاني منهاج آل محمد وعلي، ولقد انتقل هذا الفخر من آل بيت النبوة والولاية إلى ذراريهم وأتباع منهجهم. لقد قدمت أمة الإسلام من محراب مسجد الكوفة إلى صحراء كربلاء، وعلى مر تاريخ التشيع الأحمر قدمت ضحايا قيمة إلى الإسلام العزيز وفي سبيل الله، وشهداؤنا على هذا الطريق. نحمد الله تبارك وتعالى أنه ختم لهم على هذا الطريق. هذه خاتمة، هي الخاتمة المطلوبة. ممكن نقول اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، أفضل من هذه الخاتمة؟ إحنا بقينا موجودين في الدنيا، في أي لحظة قد تخدعنا شبهة، شيء، فتنة، كذا، ونضل عن الطريق ونفارق الطريق. ثالثاً، الارتباط بالشهداء. قلت الزهد في الدنيا، الارتباط بمدرسة عاشوراء، الارتباط بالشهداء. فالارتباط بالشهداء والتعرف على مسلكياتهم وقراءة وصاياهم يقرب روحية الإنسان من روحيتهم، حتى يصير واحدا منهم جاهزا لتلقي هذا الفيض الإلهي الذي تلقوه وهو الشهادة. الأمر الرابع: العزم الراسخ والهمة العالية. العزم الراسخ والهمة العالية للشهداء للوصول إلى مبتغى الشهيد. يصمد، عنده هدف يريد يوصل إليه، ما يكل ولا يمل أبدا، ولا يتوانى أو يكسل، كما قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما ضعف البدن عما قويت عليه النية. ولكن هذا لا يعني، ومعروف لكل منا أن مسيرة الشهادة هي التي أعزت هذه الأمة ورفعت من شأنها. فمن أجل الحفاظ على هذه المسيرة، ومن أجل حفظ حقوق تلك النفوس الطاهرة والمهج الغيورة المندفعة حبا بالله، لتكون طليعة هذه الأمة ومفاخرها وقرابينها، ومن حقهم علينا ومن حق الأجيال المتعاقبة أيضا أن نحفظ آثار هؤلاء، لتكون دليلا إليهم وإحياء لقضيتهم وانتصارا لأمة الإسلام. وعليه أقترح عمل مركز حفظ آثار الشهداء تقوم به أي جهة أهلية. مهام المركز تتلخص فيما يلي: أولا، جمع ما أمكن من آثار الشهداء على اختلاف أنواعها، بما فيها النتاجات الثقافية وغيرها، وخاصة الثياب التي استشهدوا فيها، لما لها من أثر حي في النفوس. ثانيا، جمع وصايا الشهداء ورسائلهم، خاصة الشهداء الذين قضوا فترة في الأسر. ويهدف جمع هذا التراث إلى إنشاء قاموس خاص بالشهداء ونشرها بأساليب مختلفة بالاستفادة من كل الوسائل المتطورة. ثالثا، جمع الشهادات الشفهية من أهالي وأقارب وأصدقاء الشهداء، بحيث تحفظ سيرتهم وما خلفوه من ذكريات تصلح أن تكون درسا تربويا للأجيال القادمة. رابعا، العناية بمقابر ومقامات الشهداء وإقامة نصب تذكارية في مواقع استشهادهم. خامسا، العمل على تسمية المؤسسات المختلفة بأسماء الشهداء للحفاظ على ذكر الشهداء في ضمير الأمة. وإذا كنا لا نشعر بأهمية حفظ آثار الشهداء لأننا قريبي عهد بهم، ولم تغب بعد عن ذاكرتنا أيامهم وأخبار وقائعهم وصدى صيحات تكبيرهم، فسرعان ما تمر الأيام
وتماث من ذاكرة الأجيال تلك الأخبار، ويطول عليها الزمن فيذهب بذهابها إشراق أنوار الشهادة، وتغيب عن البال دواعي مواطن العزة، وتطوى صفحات مجد ينبغي أن لا تطوى. فعلى الإنسان أن تتوفر فيه صفات الشهيد ليكون أهلا للشهادة حتى يمن الله تعالى عليه بها. ومن هذه الشروط يقول الله تبارك وتعالى في محكم آيات في كتابه في قرآنه العزيز في سورة التوبة آية 20: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. إلى أرواح شهدائنا الأبرار الرحمة، اللهم اجعلهم عندك من الشفعاء وارزقنا شفاعتهم يا كريم. اللهم فك أسرانا وشافي مرضانا وجرحانا ومعلولينا، اللهم رد غائبينا إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، فرج عنا وعن جميع عبادك المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا. وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.